اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون سلطه فراخ بالافوكادو. اللي ما عندوش افوكادو يشيل الافوكادو، مفيش مشكله خالص. طيب للصوص عندنا عسل ابيض، مستردة، توم مفروم. للسلطة نفسها عندنا صدور فراخ متقطعة شاورما، وعندنا لحم بقري مقدد او روز بيف، ده روز بيف مش بيكن، او ممكن تركي مدخن، ممكن بسطرمة، يعني اي حاجة من اللحوم البروسيس دي هتنفع، مفيش مشكلة خالص. خس، طماطم تشاري، افوكادو، بصل احمر، ودورة صفراء. اللي ما عندوش افوكادو لانه مش بيتباع في كل المناطق في مصر هيستغنى عنه، مفيش مشكلة، بس احنا بنحاول ندخله في الاكل لفايدته، ولان في ناس كتير بتسأل نعمله ازاي، نستخدمه ازاي، فده للي حابب او للي عنده. اول حاجة هعملها هحط هنا بسم الله الرحمن الرحيم الواك على النار، وبعدين هناخد الملح والفلفل، هندي الفراخ ملح وفلفل بس، انتوا بقى عايزين تضيفوا اي توابل تانية ماشي. زيت ذرة في الواك هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهسيبها تسخن لحد ما تسخن هبتدي اشتغل انا في الدريسنج، بسم الله الرحمن الرحيم، او التتبيله. ملح، فلفل اسود، عسل ابيض، مستردة، ثوم مفروم، وهجيب معلقة زيت. نقلب الدريسنج كله مع بعضه. حطينا ايه؟ حطينا ملح وفلفل، حطينا زيت ذرة، حطينا ثوم مفروم، مستردة، عسل ابيض. ادي التتبيلة فيها معلقة زيت ذرة، هينزل عليها شرايح الفراخ اللي احنا تبلناها بملح وفلفل بس، بسم الله الرحمن الرحيم. مدام يسرى معانا على التليفون، حطينا شوية بصل عشان ندي نكهة للفراخ مع الملح والفلفل ومعلقة الزيت.